تعنيها بالفرح والمال والفخر وغرفة غدا كما تبي وكذا لا تخزر هالشي من المقرع والقدر وفق الحنان. احتفاء باليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للشعر نظمت جمعية المنتدى النسوي لتأهيل المجتمع بأسا ورابطة كاتبات المغرب فرع أسا الزاك نشاطا ثقافيا نوعيا تحت وشاحي صالون سيدة الكثيب الأدبي، واختارت له شعار شموخ امرأة وقصيدة، وهي فرصة لمنح الإنتاجات المحلية فرصة البروز والظهور ثم تشجيع طاقات النسائية التي مع الأسف لا زالت محتشمة لظروف واعتبارات اجتماعية وثقافية وغيرها. طبعا هذا هدف من ضمن أهداف المنظمين الأساسية وتتمثل طبعا في التعريف بالإبداع الثقافي المحلي وأيضا الإشارة إلى تنوعه اللغوي والثقافي. إن التنظيم مثل هذه الصالونات الأدبية وتعريف بالإنتاجات النسائية في هذه المناطق وأيضا استمرارها يضمن نجاح الأنشطة الهادفة والجادة لخدمة المنجز الثقافي والنسائي خاصة. ولا بد يعني هنا أن نوجه رسالة أن مثل هذه الأنشطة هي التي تحتاج دعما من طرف القطاعات الوصية لنفض الغبار على مجموعة من المبادرات الإبداعية وتشجيعها الإبداعية طبعا الواعدة الشبابية، وتحتاج لمن يحتضنها لا في النشر ولا في نعم الإنتاج ولا في التسويق وما إلى ذلك. المرأة هي فاعل أساسي أيضا، فهذه الأنشطة الثقافية تعيد البريق للأوساط الثقافية النسائية فتبرز طاقاتها وتبرز يعني مساهماتها في هذا المجال ما تحتاجه ومزيدا من التحفيز والتشجيع والتتبع، وخاصة المبادرات الواعدة يعني التي طبعا تحتاج لمزيد من التنقيح والمزيد من التكوين في هذا المجال. هي رغبة قوية من طرف النساء لبناء أفق فكري ومعرفي يحترم الذائقة الأدبية للمرأة كفاعل أساسي لإغناء الخزانة الأدبية من خلال مساهماتها وإنتاجاتها الأدبية.